الاسم ديالي وفاء، وبسبب واحد الكذبه كذبتها، غير كذبه صغيره، وحلت. والله البنات الا وحلت وحلت وليت حايره، ما عرفتش شنو ندير. نتمنى تنصحوني، بسبب كذبه صغيره تحولت حياتي 180 درجه، وليت ما عرفتش شنو ندير واشنو هو الحل. المهم نبدا لكم القصه ديالي باش تفهموا شنو درت وعلاش كذبت هذه الكذبه هذه وحصلت فيها. المهم الاسم ديالي قلت لكم وفاء، العمر ديالي 23 سنه، عايشه بخير وعلى خير مع ماما وبابا، وعندي جوج خواتاتي بنات. صراحه احنا اسره عاديه بحال جميع الاسر المغربيه، الحمد لله عايشين بخير. هي هذه كل يوم كدوز، حتى لواحد النهار وصل العرس ديال خالتي، وهنا غتبدا القصه ديالي انايا. المهم انا اليوم كيف ما قلت لكم جيت نعاود لكم على هاد الكذبه هذه اللي كذبت، وبقات غدا وكتكبر حتى ولات حب. سمعوا لي البنات كيفاش وقع، سمعوا لي البلان كيفاش دير. المهم شي عام دابا خالتي دارت العرس، ما علينا تزوجات غير من العائله، ومشينا لذاك العرس. وفي هذاك العرس كان واحد الولد كيجي لماما، انا ماشي عجبني ولا شي حاجه، عادي غير جاني داك الدري شويه، المهم مختلف. المهم ما عرفتش، المهم عادي الدري في العرس ومن العائله وصافي، ضحكنا شويه جمعنا وصافي. المهم دازت واحد المده، مشات هي مجاتيه من تقريبا شي 8 شهور دازت، وهو يبان ليا داك الدري في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. صافي وصفت له انفيتاسيون وجاوبني، وهضرنا. المهم قبلني طلب، صيفط له طلب الصداقه وقبلني وهضرنا. وانا كذبت عليه في كل شيء، كذبت عليه في السميه، انا كنعرفهم طبيعة الحال، هو من عائله ماما هو ما عرفنيش. كذبت عليه في كل شيء، لا من السميه لا فين ساكنه لا في القرايه، كل شيء كنكذب. المهم بقينا كنهضروا انا وياه، كنت دايرها انا غير تفليه، قلت زعما راه كيفاش غادي شي واحد، كيفاش زعما شي واحد غيتعلق بك وهو ما كيعرفكش ولا كتري. كنهضر وصافي تفليا وصافي، قلت راه ما كيعرفنيش راه ما غيتعلق بيا حتى شي حاجه. وحنا المهم تنقولوا الدراري راه كيتفلاو اصلا. بقيت كنهضر معاه حتى لقيت راسي متعلقه بيه لواحد الدرجه تصوروهاش، وحتى هو نفس الشيء، داك التعلق ولا حب. وانا ما غاديش نكذب، عمرني سمعت منه كلمه ديال العيب، ديما القلب الكبير كيفهمني. كنضحكوا، انا ما ما بغيتش نتعمق اكثر في الموضوع. المهم ولينا كنبغيو بعضياتنا بزاف. المهم راه كيف ما قلت لكم صافي، وليت كنبغي صافي، وحتى هو كيبغيني. وصراحه شحال من مره كتحصلني ماما ولا بابا كنهضر معاه وكنسلك راسي، غير بزز. وليت صراحة نفكر نقول ليه الحقيقة، وتنقول هاد الوقت كامل بجميع تفاصيله ما كانش الواقع ديالي، يعني كنت غير كنكذب عليه. شنو ندير الا قلتها ليه؟ الا قلت لي راه كنت كنكذب عليك، راه ما غاديش يتقبلها مني، وانا عزيزة عليه بزاف. والصدمة الكبيرة هي انه ولا كيهضر معايا في المعقول والزواج، ما قدرتش البنات نزيد نكذب، ما قدرتش نزيد نتعلقوا ببعضياتنا. كذبت حتى ما بقيتش قادة، وعييت بزاف. هادي مدة مسحت الواتساب وبلوكيت نمرته، ما بقيتش تنجاوبو. واخا تيقول ليا كل نهار ما تخلينيش وراه كنبغيك. المهم ندمت البنات، ندمت اشد الندم على كل شيء، حيت ما يستاهلش الكذوب. والصراحه الكذوب حبلو قصير بزاف اللي كنقولو. دابا ما بقيتش تنجاوبو، قلت نسحب من هاد الشيء واخا تنتالم. الصراحه ما بغيتوش في الاخر يتصدم من الاحسن بعد عليا ولا ما نصدمه، حيت الصراحه ما كيستاهلش، مني هذا الشيء. وحاجه اخرى ما قلت ليه والو، ما قلت له حتى شي حاجه اللي غادي نمشي له والو. سمحوا لي كثرت عليكم، نتمنى تفهموا باللي الكذوب راه ما جاش الله سبحانه وتعالى وحرمه. صراحه انسحبت وخليته غير كيتسائل كيفاش، واخا كان كيقول لي ما تسمحيش فيا وهذا وهذا، ولكن ما لقيت ما نقول ليه. لا صرحته ما غيتقبلهاش، وديما كان كيسول كيسولني ياك ما كتكذبي عليا واش هادي، كنقول له لا راه ما كنكذبش عليك. الصراحه واخا انسحبت وبلوكيتو وبدلت الفيس ديالي وبدلت النمره وكل شيء، ولكن ما قدرتش
ننسى هذا الموضوع.